اليوم على النت، قائد المظاهرات في تايلاند يثير الجدل على الشبكة المحلية. كتابة عنصرية تلهب الشبكة الأمريكية. وشريط يصور الأشهر الثلاثة الأولى من حياة دبي باندا. وجهه بات يمثل الحركة الاحتجاجية في تايلاند، فمنذ عدة أسابيع يقود سوتاب توكسوبان التحرك المناهض للحكومة ويتقدم المحتجين لاقتحام المباني الحكومية في بانكوك. مؤيدوه على فيسبوك لامسوا النصف مليون شخص، وقد بات ينظر إليه كبطل حقيقي. كثر يقولون أيضا إنهم مستعدون للذهاب معه حتى النهاية في معركته ضد رئيسة الحكومة يينغلوك شيناواترا التي تمثل فساد النظام السياسي بحسب تعبير المحتجين. لكن سوتاب يثير الجدل أيضا، مناهضوه يقولون مثلا إن يديه ملطخة بالدماء. على موقع إيجيا سنتينل، الأكاديمي بافين شافال بونغبون يذكر أنه قام في العام 2010 وكان حينها نائب رئيس الحكومة، قام بقمع القمصان الحمر الموالين لتاكسين شيناواترا، ما خلف 90 قتيلا وأكثر من 2000 جريح في العاصمة التايلندية. على الشبكات الاجتماعية، آخرون يعتبرون أن زعيم الاحتجاجات غير مؤهل للحديث عن الفساد، فإحدى البرقيات الدبلوماسية التي كشف عنها موقع ويكيليكس تشير إلى تورط الرجل في العديد من قضايا الاختلاس في السابق، فضائح لم تمنعه اليوم كما يبدو من تنصيب نفسه كمكافح للفساد في البلاد كما يقولون. هذا الملصق تمكن من رؤيته العديد من مستخدمي المترو في نيويورك. إعلان لعلامة جاب التجارية كتب عليه كلام عنصري يستهدف عارض أزياء أمريكي من طائفة السيخ الهندية. هذا ما كشف عنه صحفي أمريكي من خلال نشر هذه الصورة على حساب تويتر الخاص به. كتابة تصف العارض واريس أهلواليا بسائق سيارة الأجرة وبالإرهابي. شركة جاب لم تتأخر في الرد من خلال نشر الملصق الأساسي على حسابها على تويتر دعماً كما تقول لعارض الأزياء ذي الأصول الهندية. على الشبكة، رواد نت استخدموا الهاشتاج Make Love وهو شعار الإعلان لإظهار دعمهم للشاب. كثر رحبوا من جهتهم بموقف جاب وبالتزام الشركة ضد العنصرية. العديد من أبناء طائفة السيخ انضموا إلى صفحة على فيسبوك أبصرت النور لشكر شركة جاب على موقفها من الحادثة ولأنها لجأت إلى خدمات عارض الأزياء واريس أهلواليا من أجل إعلانها. كثر نشروا أيضاً التعليقات التي تتحدث عن العنصرية التي يشهدون عليها في حياتهم اليومية. هل توفي أحد ما في المنزل الذي تعيشون فيه؟ هذا السؤال يجيب عنه موقع deadinhouse.com الذي يزود رواد النت الأمريكيين بمعلومات ومعطيات نشرتها الصحافة وبشهادات وفاة. خدمة مدفوعة تكلفتها تلامس $12، علماً أن الموقع لا ينفي أنه لا يمتلك معلومات تتعلق بجميع المساكن في البلاد. عمره 8 أعوام وهو يعتبر من المختصين في علم المتحجرات. فرايلي شادلر المولع بالديناصورات لديه شبكة خاصة على يوتيوب حيث ينشر بانتظام أشرطة تظهر آخر اكتشافاته في هذا المجال. لقبه بات دينو بوي وأشرطته تلقى استحسان مستخدمي يوتيوب. من الصعب تصديق أن هذا الباندا الصغير جداً سيصبح يوماً ما دب باندا عملاق. في الانتظار، حديقة سميث سونيان للحيوانات في واشنطن تفتش عن اسم للباندا الصغير، وهي نشرت شريطاً مصوراً حول الأشهر الثلاثة الأولى من حياته، شريط يلقى رواجاً كبيراً على النت.